تشكيلة الحكومة التونسية المؤقتة باتت في عهدة الرئيس المنصف المرزوقي ومن بعده المجلس التأسيسي. فبعد شهرين من التجاذبات في أروقة السياسة، أعلن رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة تشكيلة حكومته. تضم الحكومة العتيدة 21 وزيرا وسبعة وزراء بلا حقائب. ولعل أبرز ما أعاق تشكيل الحكومة هو اسم وزير الداخلية. أبقى جمعة الوزير لطفي بن جدو في منصبه رغم رفض المعارضة لهذا القرار، فهي ترى أن بن جدو أخفق في مهمته بعد اغتيال اثنين من أبرز المعارضين العلمانيين العام الماضي. أما جمعة فيقول إن الاستقلالية والكفاءة والنزاهة كانت أبرز المعايير التي اعتمدها لتسمية وزراء حكومته. أما وبعد أن اجتازت الحكومة اختبار التشكيل، سيتعين عليها أن تجتاز اختبار المجلس التأسيسي. فالمجلس الذي أقر الدستور الجديد بغالبية 200 نائب من أصل 216 رسم خارطة الطريق لسياسة بلاده بعد 3 سنوات من الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي، سيصوت على التشكيلة الحكومية إما بمنحها الثقة أو رفضها. من هذه المصادقة بما يشبه الإجماع على دستور تونس الجديدة، على دستور الجمهورية الثانية، شعب ربي وفقه باش يعمل ثورة سلمية نارت العالم، ووفقنا أكثر باش ما حولناهاش إلى حرب أهلية ما بيناتنا، وإنما استطعنا باش نتوافقوا. إن نالت الثقة، ستركز الحكومة الجديدة في الإعداد للانتخابات وتوفير الأمن وإنعاش الاقتصاد ومواصلة التصدي للجماعات الإسلامية التي صعدت هجماتها ضد الحكومة والجيش والمعارضة على حد سواء.